لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين. السلام على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام على المجهولة قدرا المكسورة صدرا المخفية قبرا. يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك، فيك تقبل الأعتاب واهن عليك فما استطعت تصده. لما أتوك بنو الضلال غضابا واهن عليك، أما علمت بفاطم وقفت وراك توبخ الأصحاب؟ أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر خطابا؟ أو
وما درى المسمار حين أصابه. ايش سوى هذا المسمار؟ من قبلها قلب النبي أصاب، على الأعتاب فيها محسن ملقان، ومن هالت عليه ترابا، ما استطاع يدفع عن أبيه وأمه. إيش سوى إذن؟ فمضى لأحمد يشتكي أصحابا، لما عدوا للبيت عدوة آمن من ليث غاب حيث داسوا الغابة، سحبوا والزهراء تعدو خلفه. أيوا عليا، والدمع أجرته عليه سحابا. بربك أخبرني يا شاعر أهل البيت، عندما خرجت فاطمة مهرولة خلف القوم تطالب بعلي، يد على عينها الملطومة، يد على ضلعها المكسور، أرق القوم لمدامع فاطمة. أرحموا عبرات الزهراء، أعرف مقامها من رسول الله؟ قال لا. إذن ماذا فعلوا؟ قال رجعوا إليها بالسياط ليخمدوا نور النبي الساطع الثقابة. صاحت تعرفوني أنا بضعة المختار، عملت ثمود اليوم أنزلها بهالديا. ايش سوين يا زهراء؟ خسفوا زلازلوا، خلوا لي الكر، كسرتوا ضلوعي وروعتوا السبط، ومدت على الهام اليمين ورجت الكون، ونت شعبت كل قلب ونت المحزن، ورفرف عذاب الله وغدا وكلهم يموجون، ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين، حيدر يقل له روح للزهرة يا سلمان، قلها يا بنت المصطفى وخيرة، تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمة، لازم يا زهرة على الهضم كلت صبر. قالها اصبري، وردت عليه بدمع منثور، أنا لولا الصبر خليت كل هالعالم يمر. سلمان تسقط جنيني من الحشا والضلع، والله يا سلمان العبد والرمل متن. ثم توجهت ناحية قبر رسول الله تنتشكو له ما نالها من الأعداء، صاحت يا أبو إبراهيم قام من القبر، شوف خانت الأم عهودنا ونسيت ال. ايش سووا يا زهراء؟ بالصوت ضربوني وعلي
عدوه مكتوب مغدور حقه والقريت يا بوي مغصب تقله انها ضعاين ساعد ولطمة عيوني انا صوت العبد والرمية والقاسم امتوني ضليت ادافعهم ظني يرحموني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون مذوب تقله بس ما غبت يا حلو المعاني ابن حنتمه للبيت جاني لطمني على عيني وعماني ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال عز من قائل في محكم تنزيله ومنيف خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وفكاك قيد الأسرى والمعتقلين وشفاء المرضى والجرحى وعودة الغرباء والمهجرين وطمس أعين الظالمين وكف أيديهم عن شعائر الحسين ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد من أهم الحقائق التي ألفت إليها القرآن الكريم وألفتت إليها روايات المعصومين سلام الله عليهم وأثبتها علم النفس الحديث وعلم الطاقة هي أن للروح وللنفس الكامنة في وجود الإنسان طاقات هائلة وتأثيرات عظيمة جدا توازي بل تفوق في تأثيراتها القوة المادية وبعبارة أخرى الإنسان المنغمس في أحكام المادة وفي آثار المادة قد يتوهم أن الطاقات الفاعلية إنما تنشأ من البدن لا غير تجينا نريد نصنف وجود الإنسان فإن من أهم تصنيفات وجود الإنسان أن الإنسان ذو بعدين بعد جسماني ظاهري مادي جسدي وبعد روحي نفساني معنوي قد يتوهم الإنسان خصوصا المنغمس في أحكام المادة
في آثار المادة أن الفاعلية والتأثير من الإنسان إنما يصدر فقط من جهته الجسمانية، أما الجهة الروحانية والمعنوية والنفسانية لا آثار لها، لا طاقات لها، لا تأثير لها، وهذا أمر خاطئ للغاية. النفس، الخواطر اللي موجودة في الذهن، التفكير، الشحونات هائلة جدا، يمكن أن تكون لها تأثيرات في الخارج ولها آثار قوية جدا وشحونات هائلة للغاية. قبل أن نطرح الدليل العلمي على هذه المسألة، أنا فقط أرجع أولا إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم لكي نستعرض من خلال ثلاث روايات معصومية متدرجة حقيقة أن للروح وللنفس وللتفكير الموجود في ذهن الإنسان طاقة، طاقة هائلة قد تؤثر في المواد من حوله. تعال معي إلى الرواية الأولى الواردة عن إمامنا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. سئل سلام الله عليه، ولعل الذي سأله علي بن جعفر يعني أخوه سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، شوف الرواية جدا دقيقة وعميقة، يا ابن رسول الله، مضمون الرواية: إذا هم العبد بحسنة أو سيئة أيعلم به الملكان؟ يعني هذان الملكان متى يعلمان بصدور الحسنة أو السيئة من الإنسان؟ عندما يفعلها أو عندما حتى يهم يفكر فيها، أيعلمان بذلك؟ يعني لم تتحول تلك النية إلى فعل بعد، بعده كامنة في طاقة العقل، طاقة الذهن، في صفحة النفس، في خاطر النفس. الملكان يعلمان بأن هذا الإنسان الآن يفكر في معصية، قطعا يعلمان أنه فعل المعصية، أنهم ماذا يكتبون عليه، ولكن هل يعلمان أنه يفكر في معصية أو يفكر في حسنة؟ اسمع الجواب، جواب دقيق يبين هذه الحقيقة. فقال الإمام عليه السلام: أرائحة الطيب والكنيف واحدة؟ شنو يعني رائحة الطيب والكنيف؟ يعني رائحة الطيب العطور ورائحة المجاري على سبيل المثال متساوية أو فرق شاسع. فقال الإمام عليه السلام معقبا: إن العبد إذا هم بحسنة خرجت منه رائحة شنو؟ طيبة، وإذا هم بسيئة خرجت منه رائحة شنو؟ نتنة. يعني مجرد التفكير يولد رائحة عطرة ما تشم بالأنوف الظاهرية المادية، لاحظ له لا، وإذا هم بسيئة تخرج منه رائحة نتنة. نشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول. يقول: تعطروا بالاستغفار لكي لا تفضحنكم روائح الذنوب. هاي الرواية المعصومية الكاظمية تبين لنا هذه الحقيقة، أن مجرد التفكير، مجرد انطواء النية على معصية أو على حسنة يولد طاقة في باطن ومكنون الإنسان. تتمثل هذه الطاقة في شكل رائحة طيبة إذا كان المنوي أمرا حسنا، وفي شكل رائحة نتنة إذا كان المنوي ماذا؟ أمرا سيئا. توجهي هذا الرواية، هاي الرواية إذن شنو تبين لنا؟ حقيقة أن للنوايا وللعزائم وللتفكيرات في باطن الإنسان طاقات، هذا واحد.
رواية ثانية تأخذ بعدا آخر عن الإمام أو عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أو عن الإمام الصادق سلام الله عليه. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يبين لنا بعدا آخر في ذلك. ماذا يقول؟ يقول ما ضعف، يعني يريد يبين لنا أن طاقة مو بس أن الأرواح والنفوس والتفكيرات والعزائم والنوايا إليها طاقات مماثلة إلى طاقة البدن، لا، يبين لنا أن طاقة الأبدان إنما تنشأ من خلال طاقة ماذا؟ النواهي. ما ضعف بدن عما قويت عليه شنو؟ النية. هذه رواية عجيبة بالله عليك. الآن يجيب لنا اثنين شخصين زين مال كمال أبدان مثلا، مال كمال أجسام زين، نايمين صلاة الصبح، واحد منهم سمع الأذان وقام صلى، والثاني سمع الأذان لكن شنو؟ نام. يعني أحسنت. إنزين هذا الحين شنو اللي خلى هذا يقوم وهذا ما يقوم؟ هذا ينهض للصلاة وهذا ما ينهض للصلاة. ما الذي جعل هذا ينهض وهذا لا ينهض؟ قوة البدنية؟ لا، ما يدخل قوة البدنية، قوة المعاني، قوة النوايا، قوة العزائم. الإمام عليه السلام بين لنا هذا المطلب، أن أساساً الأبدان لها طاقات، لكن طاقات الأبدان تشتد علواً وتنخفض دنواً وفقاً لطاقة النية، لطاقة العزيمة، طاقة الإرادة. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة تبين بعد ثالث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهي رواية مشهورة، مو بس أن للنوايا وللتفكيرات الباطنية طاقات، لا، وليس أن هذه الطاقات تكسب الأبدان ماذا؟ الطاقة، لا، بل تبين لنا بعد آخر ثالث. ماذا تبين؟ تبين أن النوايا قد نستعيض بها عن فعل الأبدان. شنو الرواية المشهورة عندنا؟ إنما الأعمال، شنو يعني من أعمال بالنية؟ يعني النية قد تقوم مقام العمل. أنت حين تمر على فقير فيكسر خاطرك فتنوي أن تستخرج محفظتك وتعطيه 10 دنانير مثلا، هذه النية حين، نية صادقة راسخة، دخل إيدك في جيبك وإذا شنو؟ المحفظة مو موجودة، خلاص فاتك الخير. يعني الله عز وجل برحمته الرحيمية يعطيك ثواب هذه النية، إنما الأعمال بالنيات. شو تبين هي الرواية؟ تبين لنا أن النية قد تقوم مقام العمل. بعد هذه المقدمة لا بد أن نلتفت إلى نقطة مهمة جدا، إلى سؤال مهم. إذا كانت النوايا مجرد نيتي، أنا حين بصلي صلاة الليل، طبعا نتكلم عن النية، النية الراسخة زين، إذا كانت النية إلى هذه الطاقات، لازم تفرقون أعزائي بين مسألتين مهمتين، بين النية وبين الخاطر. هذا إذا ما فهمنا هاتين النقطتين بيضيع البحث كامل. ما الفرق بين الخواطر والنوايا؟ أنا كلامي الليلة في النوايا، في الخواطر مو في النوايا زين. النية أن تفكر في شيء وتريده وتصمم على فعله، ولكن ماذا يصيدك عارض يمنعك من الفعل، مثل المثال اللي ضربناه من شوي، تنوي أن تصدق على فقير زين، لكن ما تشوف المحفظة موجودة في مخباك على سبيل المثال. ما الذي يحصل هنا؟ النية تسجل لك. أنا مو كلامي في النية، أنا كلامي في وين؟ في الخاطر. أنت قاعد في بيتكم وقاعد تفكر تفكيرات، خواطر يعني تفكيرات. هاي التفكيرات ثلاثة أقسام،
كل الخواطر التي تأتي إلى ذهن الإنسان. تحين قاعد صور متعددة حين تنطبع في ذهنك، مئات الصور تنطبع في ذهنك، اجي صورة وتروح صورة، اجي تفكير وروح تفكير. انزين، هاي الخواطر الموجودة في اللي تنطبع في صفحة الناس وفي الذهن نقدر نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونها الخواطر الرحمانية، الإلهام الرحماني. يعني شنو يعني الإلهام الرحماني؟ يعني أنت قاعد وتفكر في أنك تروح المأتم، بكرة تروح المسجد، تزور مريض، تفكيرات شنو في أمور حسنة. زين، أحيانا يمكن تطلع من بيتك مو مخطط إلى شيء. زين، تقول خلني من زمان ما زرت مثلا عمي، أبي، خالي، خالتي، كذا، تروح إلى صلة الرحمة. أنت مو مخطط. هذا الخاطر يسمونه خاطر رحماني، مو أنت صانع عنه. هذه وظيفة من وظائف الملائكة الموكلين بالمؤمنين، يوحون إلى المؤمنين شنو؟ فعل الخيرات. هاي يسمون الخواطر شنو؟ رحمانية. شوف الله عز وجل يعني يسوي لك دعايات في صفحة الذهن، دعايات للحسنات، حتى ماذا؟ حتى يكسبك هذه الحسنات وهذه المقامات. عندنا خواطر ثانية تسمى لا بالهواجس النفسانية. انت قاعد في بيتكم وتخطط شلون الان اسوي هذا البناء، شلون ابني البيت، شلون اوسع تجارتي، كذا كذا كذا، يعني امور حياتية عامة، هاي يسمونها هواجس نفسانية تصنعها النفس، انت اللي تصنعها. في خواطر من نوع ثالث يسمونها شنو؟ الخواطر شنو؟ الشيطانية. هاي الوساوس، يقعد في بيته مشكل ويجي صور الفحشاء والمنكر والتخطيط للمعصية، ويمكن يصور معصية ويسوي فيلم طويل من المعصية يغوص فيها، قاعد يفكر في معصية، بس تفكير عادي، يصنع منه فيلم طويل أو مسلسل حلقات طويلة بعمله عادي، قاعد الشكل يفكر في المعاصي، مو ناوناه، لا يفكر فيها فقط. هاي يسمونها خواطر شيطانية، إلقاء شيطاني، وساوس. يتعبر عنه في سورة الناس من شر الوسواس، الوسوس الصوت الخفي. زين، او الالقاء بالصور في ذهن الانسان، صور شيطانيه، صور المعاصي. كلامي هنا، هل الانسان محاسب على هذا التفكير او لا؟ مو النوايا، النوايا بحثها اخر ان شاء الله، اذا كنت في خدمتكم في مواسم قادمه ان شاء الله نتكلم عن بحث النوايا. كلامنا في الخواطر، هي الخواطر الشيطانيه اللي تجي في ذهن الانسان، يفكر في المعاصي، تفكير في المعاصي، هذه يحاسب عليها الإنسان لو ما يحاسب. إليها طاقات، إحنا قلنا إليها طاقات، إليها طاقة، لا إليها طاقة تتمثل في كونها رائحة نتنة كما يعبر الإمام سلام الله عليه. هل يحاسب الإنسان على ذلك أو لا يحاسب؟ وهل تؤثر على الإنسان أو لا تؤثر عليه؟ كلام هنا في الحقيقة والواقع يوجد نظريتان مهمتان في هذه المسألة. هل يحاسب الإنسان على الخواطر التي لم تتحول بعد إلى نية ولم تتحول بعد إلى عمل أو لا يحاسب؟ النظرية الأولى التفسيرية قالت بأن الإنسان يحاسب على كل فعل فعله في عالم الدنيا، ومن ضمن ذلك أيضا ماذا؟ الخواطر التي تخطر في صفحة نفسه. يوقفون يوم القيامة، أنت فكرت في اليوم الفلاني في المعصية، يقول ما سويت، ما فعلت، حتى لو ما فعلت. يعني الآية ماذا تقول؟ وإن تخفوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كل فعل يصدر من الإنسان، إحنا الفعل عندنا في علم العقائد مو محصور في الفعل الجوارحي مثل الفيزياء. الفيزياء متى يكون الفعل الإنسان؟ ها؟ لما يحرك هذا من مكان لمكان، وهذا فعل. أما في علم المعرفة لا، الفعل مو فقط الجوارحي، اللسان فعل، بعد النية فعل، التفكير فعل، أفعال ذهنية يسمونها، هذه أفعال ذهنية.
يحاسب الإنسان حتى على الخواطر الشيطانية. هاي نظري أقول هالشكل. ما الدليل؟ قالت الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم. تبدون تسوون فعل يعني أو قول أو تخفوه، لا يظل شنو؟ نية، أو يظل شنو؟ خاطر. ماذا يفعل الله عز وجل بكم؟ يحاسبكم به الله. لكن هذه النظرية يعترضها إشكال مهم جدا في علم العقائد، في مسألة الجبر والتفويض وحسن التكليف وصحة التكليف. شنو مفاد الإشكال؟ مفاد الإشكال أن الإنسان يحاسب على الأفعال الاختيارية لو الأفعال غير الاختيارية، الأفعال الإرادية لو الأفعال لا إرادية. الله عز وجل يحاسب الإنسان على شنو؟ أنت الآن في العرف لما يجي واحد ويرمي عليك حجر متعمد، غير لما واحد يرمي حجر قصده يسقط ثمرة وصيدك، هل تحاسبه أيضا؟ تقول له التفت مثلا، لكن ما تحاسبه. ليش؟ لأنه مو قصده. يعيب عليك العقل والعرف أن تحاسب إنسانا على فعل لم يقصده، قاعد يمشي وساهي مثلا فاصطدم بك وأسقطك، تحاسبه؟ يلومونك العقلاء لو لا؟ يلومك العرف لو لا؟ يقول لك وش فيك؟ هذا ما يدري. إذن شلون الله عز وجل تقول أن أصحاب النظرية الأولى تقول أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على الخواطر؟ بالله عليك، الخواطر الشيطانية اللي يجي في نفس الإنسان بإرادته، ولو الشيطان اللي قاعد يلقيها، ها؟ الإنسان مستقبل، الشيطان هو اللي يرمي هاي البلوتوثات وهي الصور، زين؟ في صفحة نفس الإنسان، في ذهن الإنسان، هو مو قصده. فكيف يحاسب الإنسان على أمر لم يفعله، لم يرده، لا يقصده، خارج إطار إرادته؟ كيف يحاسب الإنسان على ذلك؟ أساسا من أشد القوى في الإنسان شرودا وانفلاتا عن جاذبية السيطرة الإنسانية الخيال. ما تقدر تسيطر على خيالك بسهولة أساسا. أنا أتحداك الحين بقول لك اسم أحد الحيوانات وما أريدك تتصوره، لا تتصوره، لا يجي في ذهنك. يلا ها الفيل، والله حين كم فيل داخل ذهنك الحين؟ وش طلعها الحين أصلا؟ قولوا في واحد من اللي يسوي قراطيس، زين، من المحتالين. طبعا هذين نوعين، نوع مؤمن يستخدم الرقي والأحراز المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم، بعضهم مدلسين. هذا عاد جله واحد مريض قال لي ترى أنا عندي كذا، قال لي نعطيك قرطاس إن شاء الله تحملها وياك وإن شاء الله لن يؤثر فيك المرض، بس بشرط الليل طول الليل لا يجي طار القرد على بالك. هذا وين يقدر مسكين الشكل؟ خلاص من قال القرد هذا ما عشش داخل، إيش طلع أصلا؟ في يوم ثاني يجي يقول لي ترى قرطاسك ما نفعت، قال أكيد فكرت في القرد، قال إيه، قال خلاص ما فايد. عجل ما يمكن أساسا بأي حال من الأحوال أن تسيطر، صعب جدا تسيطر على الخيال. فكيف يحاسبون الله عز وجل على أمر خارج إرادتنا؟ كيف؟ قالوا في الجواب على هذا الإشكال إن معنى المحاسبة مو المؤاخذة. شوف التفت ماذا قالت الآية، الآية قالت يحاسبكم به الله مو يؤاخذكم، في فرق. شنو الفرق؟ لو قالت الآية يؤاخذكم يعني شنو؟ يعني عاقبكم عليه، فيصير هنا ظلم، عدل ولا؟ أما المحاسبة يعني التعداد، أن الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرة شرا يرى. الله عز وجل من باب إتمام الحجة على عباده يقول له مو بس أنت سويت كذا وكذا، أنت فكرت في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما يحاسب عليه، فرق. يعني عفوا ما يأخذ به، لا يعاقبه به. ليس كل شيء يحاسب الله عز وجل به الإنسان يعاقب عليه، لا، نوعان. الذي يحاسب به الله عز وجل الإنسان نوعان، نوع حساب وراه عقاب، ونوع حساب وراه ماذا؟ وراه عتاب، عتاب وراه إلقاء حجة. أنا سامحوني أخواني، ترى يعني مريض شوي صدري
وكان المفترض الليلة يعني أعتذر، لأنه بعد حاولنا أن قدر الإمكان أن يكون الشرف في خدمتكم وخدمة مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليها. صلوا على محمد وآل محمد. هذه النظرية الأولى، إذا قالت هذه النظرية أن الإنسان يحاسب على الخواطر أيضا، ولكن فرق أنه لا يعاقب عليها، إلا أن النظرية الثانية جاء بها العلامة الطباطبائي والمحقق السبزواري وبعض المحققين، قالوا إن الإنسان لا يحاسب على النوايا على الخواطر بأي حال من الأحوال، لأن الآية ماذا تقول؟ لا يحاسب لماذا؟ أولا لأن الخواطر ليست إرادية، مو بإرادته. ثانيا لأن الآية تقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، والخواطر مو مخفية ثابتة في الإنسان، وإنما مخفية شنو؟ زائلة. الخاطر ما يبقى دائما، الخاطر روح ويجي، فالإنسان لا يحاسب في النتيجة على هذه الخواطر، لكن في النتيجة الزائلة. مو معنى أن الإنسان ما يحاسب على الخواطر السيئة والشيطانية معنى أن هذه الخواطر ما السبب إليه شنو؟ ما السبب إليه كوارث روحانية وكوارث معنوية، لا. وجود هذه الخواطر في نفس الإنسان مدعاة للتأخر عن الكمال، مدعاة لتفويت الكمالات، مدعاة للحصول على حالة متدنية من الروحانية. شوف الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ماذا يقول: إذا أردت أن تستجاب لك دعوة فلا تفكر في معصية، حتى التفكير صحيح. هي الخواطر صعب السيطرة عليها، لكن مو معنى أنه ما نستطيع أن نعالجها. أنا الآن في نهاية الكلام سوف أعطيك 6 قواعد أو 5 قواعد بشكل سريع جدا، قرآنية وروائية، كيف نستطيع أن نتخلص من هذه الخواطر. هي الخواطر خطيرة جدا، ليش؟ لأن هي حجر الأساس في تحويل الأمر المفكر فيه إلى أمر فعلي. ماذا يقول الإمام السجاد عليه السلام في دعائه في صلاة الليل؟ وسول لي خاطر السوء الخطأ ففرطت. يعني الذي يجعل الإنسان يخطئ عمليا هو وجود شنو؟ وجود التفكيرات ماذا؟ الخاطئة. مو بس تسعى إلى أن تعالج الخطأ الجوارحي، أنت من الأساس الخطأ الجوارحي من وين ينشأ؟ من التفكير. أول ما يبدأ الفعل يبدأ تفكير، بعدين يتحول إلى إرادة، بعدين يتحول إلى شنو؟ إلى عزيمة، بعدين يتحول إلى فعل. هاي مراحل تحقيق الفعل: تصور، تصديق، إرادة، إجماع، عزم، ثم تحريك الجوارح، ثم الفعل. إذا أردت تهذب نفسك وما تصدر منك أخطاء جوارحية، لا باليد، لا باللسان، لا بالرجل، لا بالعين، لا بالسمع إلى آخر، يجب أن تعالج أصل الخواطر. يستطيع الإنسان أن يسيطر على خواطره؟ نعم. التفت جيدا، أول قاعدة عزيزي، قاعدة قرآنية، هذه القاعدة هي ماذا؟ عدم التوغل في خواطر السوء. شنو يعني؟ معنى التفت لي عزيزي، أنا أخذ شوية من وقتك هذه النقطة عزيزي. شنو معناها؟ يعني إحنا ما نريد نقدم بحث أخلاقي نظري بس، نريد نقدم بحث أخلاقي شنو؟ عملي. نعطيك فقط البعد النظري ما في فايدة، لازم نعطيك البعد العملي، مثل ورشات العمل يعني. تماما. الآن أنا تقول لي أن الخواطر السيئة تأثر على الإنسان، تأثر على كمال الإنسان، تأثر على روحانية الإنسان، كيف أستطيع أن أعالج نفسي من هذه الخواطر وأطرد الخواطر الشيطانية؟ أول قاعدة: عدم التوغل في خواطر السوء. شنو يعني؟ شنو معنى عدم التوغل؟ صحيح عزيزي، أول ما يبدأ الشيطان يلقي إلينا هذه الوساوس مو بإرادتنا، لكن لما نلتفت إلى أنفسنا أننا قاعد نفكر في معصية، نقدر نوقف هذا البث الشيطاني لو لا؟
نقدر نوقف لولا؟ نقدر نمحي هذه الصورة لولا؟ أصل صدور الصورة في الذهن مو بإرادتك، لكن إيقافها داخل شنو؟ إرادتك. شنو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا، هذه قاعدة في علم النفس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. شنو يعني طائف من الشيطان؟ وسواس شيطاني، صور شيطانية. ماذا يفعلون؟ يتوغلون، يسوون من هذا الطائف الشيطاني فيلم طويل، أو أنهم يمتنعون ويوقفون ينتبهون. كم الآية؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان شنو؟ تذكروا أحسن حبيبي، فإذا هم مبصرون. هاي الوساوس الشيطانية مثل الوحل، تتوغل خطوتين أو خطوة واحدة في الوحل تقدر تتراجع لو لا. ها؟ سهل تراجع، لكن إذا تتوغل لي 50 خطوة في الواحد شو يطلعك بعد؟ خلاص نفس الشيء. كلما توغلنا في داخل هذه الخواطر الشيطانية كلما صعوبة تترسخ تنطبع في صفحة النفس مشكلة. ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كثر فكره في المعاصي دعته إليه. هذه كلها قواعد في علم النفس الإسلامي. أول خطوة إذن شنو؟ تهذب نفسك على أن إذا جاءك طائف من الشيطان ما تتوغل وياه، تتذكر وتبصر وتستغفر الله من شر الوسواس الخناس. ليش خناس؟ لأنه بمجرد خناس يعني 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 يختفي بعد أن يظهر، يعني بمجرد أن يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى يخنس الشيطان، يعني يختفي يهرب. هذه أول قاعدة. تمرين تمرين مستمر مستمر مستمر، وهذا يحتاج لأن يكون عندك جرس شنو؟ لأن في ناس ما عندهم جرس إنذار أساساً، ما عنده أساساً جرس إنذار يوقظه على أنه قاعد يفكر في معاصي أساساً. هذا أولاً. قاعدة ثانية: المعاكسة العملية للخواطر السيئة. أنت حين ذاك البعيد عندما يفكر في خاطر سيء ويروح يسويه، شنو يصير؟ شنو يصير؟ يصير أن هذا الخاطر السيء يتبرمج، تتبرمج عليه نفس الإنسان فيثبت، يثبت. ويجي الشيطان يقول هذا الإنسان انفعل وانسجم معنا. من أهم القواعد في تهذيب النفس أن تعاكس سوء الظن أو الظن السيء أو الخاطر السيء. رسول الله صلى الله عليه وآله يعطينا هذه القاعدة في علاقتنا الاجتماعية. لما واحد يظن ظن سوء في أخيه المؤمن، وش يسوي إحنا عادة؟ نتكلم عن الحقيقة الأخلاقية في الأعراف، وش يسوون؟ يرتب عليه أثر أو مرتب عليه أثر؟ يرتب عليه أثر سلبي لو إيجابي؟ سلبي للأسف الشديد. من يطوف عليه ما يسلم، مو متأكد من أن منه الفاعل، مجرد سوء ظن، سوء ظن فقط يرتب عليه أثر سلبي. هذا أمر خاطئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مخرج المؤمن من سوء الظن أن لا يحققه، بالعكس عكسه. يعني إذا قال لك الشيطان فلان كذا 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 كذا، أخوك المؤمن كذا وكذا وكذا، مو بس تقول لا، روح إلى أخيك المؤمن إذا شفته عانقه، اعزمه، زين، ابتسم في وجهه، أعطك كلمة لطيفة. لأن الشيطان عندما يوسوس إليك في أمور وانت تسويها بالعكس تحولها إلى أمر إيجابي، بعد ما يشجع يعطيك هذه، يقول ليش تعب، روحي بعد روحي أجوسوس إيه حولها إلى خير، أنا أبتعد عنه أحسن. الشيخ النراقي هذا العالم الكبير في علم الأخلاق يقول إن من قواصم ظهر الشيطان معاكسة الشيطان في النية. أنا أدرك من الوقت بعد، أعطي القاعدة الثالثة فقط والأخيرة. القاعدة الثالثة: تهذيب النفس، مراقبة النفس. لا تخلي نفسك مسرح للشيطان ينقل لك. مثل ما تخلي عندك جهاز، أنت الآن خلنا نضرب مثال بالجهاز، الأجهزة الذكية، الكمبيوتر اللي عندك تخلي فيه أنتي فيروس. ليش؟ مخافة أن شنو؟ أن يرد إليه شيء فيروس
يدمره تمام لا خل عندك انت بعد شنو نفس الشيء انت فيروس شيطاني شنو يعني يعني لا تخلي بمجرد ان يجي الشيطان يريد يوسوس اليك شنو زين كافح هذه الصور لا تأذن إلى الشيطان بأن شنو من نفس الأمر بسوء بأن تصنع الصور المحرمة في ذهنك صور الزنا صور الفاحشة صور فعل المعاصي صور الانتقام صور إلى بهذا التهذيب يصل الإنسان إلى مستوى عال جدا بحيث أن ذهنه يصير جاذب للصور شنو الرحمانية وطارد للصور الشيطان بالله عليك تعال معي إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه وأنا أذكر في هذه الليالي الفاطمية ها التفت جيدا ها شدة تهذيبه لنفسه مو فقط ما في مجيء له خواطر شيطانية لا لشدة تهذيبه لنفسه ذهنه وجوده المقدس صار جاذب للصور الرحمانية بالله عليك الآن لما كان العباس عليه السلام في الخيمة قبل لا يطلع يروح المشرعة كان مخطط هو في الخيمة أنه يواسي الحسين بعدم شرب الماء مخطط يعني قال أنا الحين بروح وبأقف عند المشرعة وبتناول الماء وبتذكر عطش الحسين وبرمي الشكل مخطط الشكل أو أن مواساة الحسين عليه السلام من قبل العباس سلام الله عليه في عدم شرب الماء خاطر خطر له على نهر الفرات هذه عظمة العباس هذه عظمة العباس العباس الذي يكون له شأن فاطمي يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش يا أهل المحشر غضوا أبصاركم كي تجوز فاطمة سيدة القيامة فتجوز عليها حلتان أضواء من الشمس لأن تقف موقفا تشرئب إليه الأعناق تشخص إليه الأبصار تستخرج من تحت عباءتها شيئا ملفوفا تطلع الخلائق وإذا بهما كفي أبي الفضل العباس يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من ظلمني في قطع كفي ابني 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 تقول الزهراء ابني العباس ابن فاطمة ابن الزهراء ها ابن الزهراء ليلة 21 أمير المؤمنين جمع أولاده من كل زوجاته ويوصيهم بطاعة الحسن والحسين ثم يقول لهم اخرجوا من عندي لا يبقى عندي إلا أولادي من فاطمة يعني منو يعني الحسن والحسين زينب أم كلثوم قاموا يخرجون من عندي أمير المؤمنين الرواية تقول محمد فلان 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 جعفر فلان لما أراد العباس الخروج امتدت يد أمير المؤمنين إليه وقال بني عباس اجلس فأنت ابن فاطمة أحد أساتذتنا في الحوزة في سوريا يقول ينقل هذه الرواية يقول أم البنين في يوم من الأيام افتقدت العباس طفل صغير خرج من البيت فطار قلبها فزعا عليه فأرسلت إلى أمير المؤمنين فقال لها لا تخافي يا أم البنين أنا أعلم أين العباس ذهب وإذا به واقف على قبر فاطمة أي مقام هذا احتضنه إلى صدر بني عباس ما لي أراك ها هنا قال أبتاه أتذكر ما فعل القوم بأمي فاطمة ماذا فعلوا بالزهراء شهرستاني يقول ألمت بالسياط حتى اسودمت نهار شهرستاني ضربت الزهراء تقول ضربت متى في الليل ناس نايمين ما يدرون أم في النهار إمامنا الصادق يدخل عليه واحد في مثل هذه الأيام يراه باك العين منفطر القلب منفجع الفؤاد سيدي مما بكاؤك لا أبكى الله لك عين قال هذا يوم توفيت فيه أمي فاطمة قال لي سيدي ما يبكيك من مصائب أمك فاطمة كثيرة مصائبها ترى أليست هي القائلة صبت علي مصائب
لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي أتبكي لأن كسر ضلعها؟ قال لا. أتبكي لأن أنبت المسمار في صدرها؟ قال لا. أتبكي لأن لطم خدها؟ قال لا. أتبكي لأن أسقط جنينها؟ قال لا. قال إذن لماذا تبكي سيدي؟ قال أبكي لأن خالد ضربها أمام الناس. أمام الناس تضرب بأبي وأمها، أمام الناس. يقول الإمام الحسن بأبي وأمي سمعت تكسر أضلاع أمي فاطمة كتكسر القوارير. سيدي أبا محمد اسمح لي أسأل هذا السؤال، أنت سمعت تكسر أضلاع أمك؟ أبوك علي ما سمع؟ أين كان علي إذن؟ ثم لماذا لم تصرخ الزهراء عندما عُصرت بين الباب والجدار يا علي أدركني؟ لماذا لم تقل هذه المقولة؟ الزهراء مهذبة، الزهراء ربيبة الواحي، ما يمكن تحمل أمير المؤمنين فوق طاقته وتعلم أنه مقيد بقيد الوصية. إذن ماذا صرخت؟ بعض أهل المعرفة يقول لما عُصرت الزهراء بين الباب والجدار صرخت ونادت يا أبا صالح المهدي أدركني، يعني استغاثت بنور الإمام الحجة المحدق بعرش الله. ساعد الله قلب أمير المؤمنين، تذهب عنه الزهراء وتخلف خلفها أطفال صغار يتلوون من مرارة اليوت، أنيم أطفاله يطلع في جنح الليل متستر بالظلام يقف على قبر فاطمة ينادي ما لي وقفت على القبور مسلما. إلى أن حانت ليلة من الليال خرج أمير المؤمنين وقف على قبرها صف قدميه يصلي ركعات ثم جلس يقرأ القرآن إلى أن هومت عيناه على قبر فاطمة. في عالم الرؤيا رأى سيدة النساء. أبا الحسن قم عاجلا إلى البيت. لماذا يا زهراء؟ أنت أوصيتيني أن أجلس عند قبرك أقرأ القرآن لأن الميت يأنس بقراءة القرآن عنده. قالت بلى أبا الحسن ولكن بنيتي زينب قد استيقظت في جنح الليل فرأت البيت خال منك ومني. رواية تقول أمير المؤمنين ذهب مهرولا فتح بابه وإذا بالحسنين جالسين في صدر الدار يبكيان ضمهما إلى صدره. لماذا تبكيان يا نور عيني؟ قال أنا أبكي على أختنا زينب. وأين أختكما زينب؟ قال متمددة على فراش أمنا فاطمة. حسن وحسين من شافوا اجوا لو ضمهم بصدره. الله شعظم هالساعة وحشة وصارت بحسرة. قالهم يا نظر عيني عنا راحت الزهرة تراني من كسر ظهري وعني غاب نور العين. ضلي حوم وسط الدار ويتحسر على الزهرة واتذكر زمان الراح وحط ايده على صدره وسأل أولاد عن زينب ولأنها تنوح بالحجرة. ناداها وفتح باعه وضمها ولزمته بليده
صاحت يا حبيب الروح شيل الباب عن هالدار أنا قلبي شلون يتحمل أشوفه وانظر المسمار هاللي كسر ضلع عمري وشفت الكسور يا كرار وهذا الباب بالصدمة عصرها وسقطت لجني تقول لي يا ابويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمها يا ابويا انظرت بعيوني صوت العبيد ألمها يا ابويا انظرت بعيوني المحسن يعتفر يمها يعتفر يمها عليلة راحت الزهرة وترجع لي بعد من وين بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بالصبر أبيها فتحت عينها وشاف الضلع مكسور وختمتها بضلوع الضامي منحور فتحت عزكية وختمت بعاشور إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها